يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الميامين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين. صلى الله عليك وعلى الأئمة من بنيك، خصوصا آخر الحجاج، ومن به نطلب من الله النصر والفرج. صلى الله عليك وعلى أخيك المؤتمن المظلوم الممتحن أبي محمد الحسين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، هد الهداية رزء حالك الشجني، أبكى الفخار بدمع عن دم هتني. لله رزء به كم للرشاد هوى ركن، وكم فيه بيت للضلال بني. لا غرو إن تكن الأكوان قد خلعت ثوب المحاسن من رزء على الحسن، فإنه كان في الأشياء بهجتها قد قام فيها مقام الروح في البدن. لله يوم به أغرى ودس السماء سرا عابد الوثني، كيما تهد من العلياء دعامة فجرعته الردى في جرعة اللبني، فقطعت كبدا ممن غدا كبدا لفاطم
وحشا من واحد الزمن حتى قضى بنقيع السم ممتثلا لأمر بارئه في السر والعلن من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن يدعوه يا عضدي في كل نائبة ومسعد الرمان الدار بالوهن لهفي لزينب تدعوه ومقلتها عبرا وأدمعها كالعارض الهجني لدخلت عليه وعاينت ليلوج وحده عندها أخوه حسين دمع فوق خده دخلت على وعاينت ليلوج وحده عند أخوه حسين دمع فوق خده آمر أخوه شيل طشت البيه شبده شيل يا أخويا لا تشوف الهاشمية شيل الطشت خافي الوديعة تشوف شبدي خافي تحنو من بجاه يزيد وجدي هذه وديعة والدي حيدر أجدي ما اقدر اشوف دموعها بخدها جري اوصيك يا ابن امي عقب عيني عيني يكفلها وبكل وقت يا حسين عينك عينك دايم لها تبقى غريبة وضايعة وطايح وطايح حملها بكفالتي من يوم فارقنا المدينة اللهم صل على محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال النبي صلى الله عليه وآله الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلوا عليه وسلموا تسليما. موقف الإمام الحسن سلام الله عليه وموقف الإمام الحسين عليه السلام قد إذا نظر الإنسان إليهما قد يرى أن هناك تغاير وتنافر بين الموقفين. موقف الإمام الحسن سلمي، موقف الإمام الحسين يظن البعض أنه مثلا ثوري و قاتل ومحارب
بينما الإمام الحسن لا يميل إلى الحرب وإلى القتال. هذا الرأي غير صحيح. لماذا؟ سنثبت ذلك من خلال ثلاثة أمور. الأمر الأول، ما هي الخطوات التي قام بها الإمام الحسن بعد توليه الخلافة؟ لأن الإمام الحسن تولى الخلافة بعد أبيه، شهادة أبيه أمير المؤمنين، لمدة قصيرة، 7 شهور و24 يوم، وفي رواية 6 شهور وأيام. الرواية الثانية تقول 7 شهور و24 يوم، يعني 8 شهور إجمالاً، بين 6 شهور إلى 8 شهور. فما هي الخطوات التي قام بها الإمام سلام الله عليه لتدلنا على أن الإمام ما يختلف عن الإمام الحسين أبداً سلام الله عليه؟ الأمر الثاني، المجتمع الذي كان فيه الإمام الحسن ما هي صفاته؟ أكو صفات 4 في هذا المجتمع، هذه الصفات وهذه الخصال تحتم على الإمام أن يسير سيراً خاصاً يسمونه وفق الظروف. الأمر الثالث، ما موقف الحسين سلام الله عليه في حياة الحسن وبعد حياة الحسن وفي أيام معاوية؟ موقفه هو موقف الحسن، نعم، لما أن انطفأ أو هلك معاوية تغيرت الأجواء وتغيرت الظروف، فصار موقف آخر. الآن نأتي إلى الجانب الأول. بعد الخطبة اللي هي خطبة الخلافة وبعد استشهاد أمير المؤمنين، وصعد المنبر متفجعا سلام الله عليه الإمام الحسن، وأوضح لهم بأنه قد قبض هذه الليلة أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان يوجهه رسول الله صلى الله عليه وآله برايته، وكان جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، ولا يرجع إلا بالنصر، يعني الإمام علي سلام الله عليه. أيها الناس، إنه قد قبض هذه الليلة. يوشع ابن نون عليه السلام ورفع إلى السماء عيسى بن مريم عليه أفضل الصلاة والسلام، إلى أن قال: وما خلف أمير المؤمنين لا صفراء ولا حمراء، لا صفراء ولا حمراء، ونزل متفجع. ابن عباس كان موجود، فأمر الناس بمبايعة الإمام الحسن، فانثالوا عليه وبايعوا. ما هي الخطوات التي قام بها الإمام الحسن؟ 4 خطوات. الخطوة الأولى، الإمام الحسن سلام الله عليه بايع الناس على أمرين. الأمر الأول، أن يكونوا سلما لسلم الإمام الحسن، يعني إذا الإمام سالم في موقف يكون هم يسالمون، وإذا حارب يحاربون، هذا يسمونه موقف السلم والحرب. فامتثل الناس إلى ذلك، وقال بعض بأن الإمام يريد الحرب ولا يريد السلم، كل واحد لرأيه. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أن الإمام الحسن سلام الله عليه لما تولى الخلافة أراد معاوية أن يفسد عليه الخلافة، فأرسل جواسيس. الجواسيس أهمهم جاسوسان. الجاسوس الأول من بني حمير، حميريون، هذا قبض عليه الإمام عند لحام من أهل الكوفة، مختبئ ويرسل التقارير إلى معاوية، فأخذه وقتله، لأنه عندنا الآن حكم عند ماذا؟ الجاسوس المسلم اللي يجسس على المسلمين، حكمه القتل. ثم عثر على جاسوس آخر من بني القين، كان تعرفون زهير بن القين، هذا من عائلته، من عشيرته، وهذا كان مختبئ عند بعض جماعة ومضللين عليه، وهو يرسل التقارير إلى معاوية. هذا يدلنا على أن معاوية ليس يعادي الحسن بما هو حسن، ولا علي بما هو علي، خط علي، خط علي يعاديه معاوية، يريد أن يفسد خط علي سلام الله.
وإلا مو هذا الجاسوس، يمكن في جواسيس أخرى بعد، يعني الإمام مو دائما وأبدا يطلع عليها. فالذي عرفه الإمام الحسن سلام الله عليه جاسوسان فأعدمه. هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، الإمام صلوات الله عليه غير كثير من الولاة كما فعل أبوه سلام الله عليه، عين ولاته وعزل ولاة، وهذا يدل على أنه رجل دولة، مو رجل ها، رجل دولة. والأمر الرابع وهو المهم، أنه اعتنى بقطاعين من الناس في الدولة، القضاة والعسكر، وهي لنا أهم شيء. شفتوا إخواني، القضاة، لأن القضاة بيدهم الحق، حقوق الناس، فإذا ما أرضاهم الحاكم يتدرعون إلى شنو، الرشوة ومشاكل. فالإمام كان ملتفت له الموضوع، فرتب وضع القضاة خلال هالفترة البسيطة، ولهذا التاريخ الآن ما حد يعرف فوق المنبر يبين لهاي الأمور. ثانيا، رتب أمر العسكر. شلون رتب أمر العسكر؟ العسكر كان معتمد على الغنائم، كان معتمد على غنائم الفتوحات وما شاكل، تربى على الغنائم، يعني إذا عطوا غنائم قاتل، إذا ما عطوا غنائم، إذا ما في غنائم ما يقاتل. هذا ما يعتمد عليه، تعتمد عليه دولة، حماية للدولة. فالإمام سلام الله عليه أعطى حكما بزيادة رواتب العسكريين لهم الجنود والجيش، وهذا يدلنا على أن الإمام يحتاط إلى الجانب العسكري. إذن إذا اقتضى الأمر السلم فالسلم، وإذا اقتضى الأمر الحرب فالحرب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن المجتمع الذي عاش فيه الإمام سلام الله عليه تميز بأربعة أمور. الأمر الأول العناد واللجاجة، والمجتمع إذا كان فيه لجاجة وفيه عناد يتأذى، حتى لو كان إمام معصوم، لأنه ما يأخذهم بماذا، بالأمور الغيبية، وما ينسي يتعامل مع الناس بالمعاجز. هم لو يريد يتعامل مع الناس بالمعاجز، ها، والله يجري على يديه الكرامات والمعاجز، لما ترك واحد على وجه الأرض. وكذا إمامنا الحسين، إمامنا الحسين ما تعامل مع بني أمية بالقوة الإلهية، يعني بماذا، بالتدخل الإلهي المباشر، وإلا لو أراد الله أن يتدخل مباشرة لأهلكهم من أولهم لآخرهم وانتهى كل شيء. بس يا أخي، يبطل الثواب ويبطل العقاب. إحنا شلون نعرف عظمة الأئمة وعظمة الإمام الحسين؟ من خلال هذه الأمور. فإذا أولا كان مجتمعا، حتى أن الإمام علي سلام الله عليه قل لوددت أني لم أعرفكم لهالحد، ملأتم قلبي قيحا، جرعتموني نغب التهمام علي أنفاسا. يعني خلوه كأنها هذه حالتهم، حالة ماذا، بسيلات الدموع المخلوطة بالسموم، خلي الإنسان حتى ما يقدر يتنفس يعني إلى هالحد. يعني كأنهم ملقين على الإمام سلام الله عليه ها مسيلات دموع ومخلوطة بالسموم، ولهذا ملأوا قلبه قيحا. هذا القسم الأول. الأمر الثاني، أنهم ليسوا كأصحاب معاوية. أصحاب معاوية تشوفهم يعرفون أنه على الباطل، لكنهم يعينون وينصرون، ويعرفون أنه ها أن معاوية لا يريد الحق، ولكنهم يساعدونه وينصرون. يعرفون الإمام علي مع الحق، الحق مع علي، والحسن على سيرته، ومع ذلك شوفهم عندهم مجافع جفاء. الأمر الرابع أو الثالث، أن المجتمع الذي عاش فيه الإمام الحسن سلام الله عليه مجتمع يريد الراحة. إن دعاهم للحرب في أيام القيض الحار، قالوا إحنا ما نقدر على حرارة الجو،
زين. إن دعاهم في أيام القر الشتاء يعني قالوا هذه جمارة الها جمارة القر جمارة الشتاء وإحنا ما نقدر نتحمل ماذا البرد. فإذا ما يتحملون لا حر ولا قر فهم من السيف أفر. ما يتحملون لا حر لا يتحملون لا برد. هاي لين يريد ها. الأمر الرابع أيها المؤمنون أن جيش الحسن كثرت فيه الخيانات. والخيانات من وين اجت؟ اجت من القادة. يعني لو من جندي خون خلي الجندي جنديين ثلاثة ميه. لكن أن يخون قائد مهم كعبيد الله بن العباس في الأنبار واحد خان، اجوا إلى ما أدري وين منطقة ثالثة وثلاثة قادة كل أموال 50,000. هذا عبيد الله بن العباس أرسل لي معاوية 50,000 وقال لي إذا التحقت بنا 50,000 الثانية بتحصل. ومع الأسف أنا أتعجب من عبيد الله بن العباس، هذا موتور قاتلين أولاد اثنين قسم القثم وعبد الرحمن. منو قتلهم؟ والي معاوية بسر بن أرطات قتلهم في اليمن وقتلهم في حجر أمه، إلى الآن موجود يا إخواني موجود في اليمن جامع الشهيدين يسمونه في صنعاء. هذه ماذا؟ هذا أثر تاريخي على جريمة ولاة معاوية. المفروض بعبيد الله بن عباس يا أخي ثارة أقل صير شوية عندك عربي صير عربي مو بني هاشم بعد صير عربي وخدم ثارك مو تروح تلتحق بمعاوية الذي قتل ابنك قتلة فظيعة أخذهما وضربهما عرض الحائط، يعني ضربهم بهم الحائط حتى تناثر مخه. زي الأمر الأخير الفرق بين الإمام علي والحسن، قد واحد ما يتنبه له الموضوع. الإمام علي مع هيبته ومع العلم أنه أقرب الناس إلى رسول الله، وطبعا الناس حتى في زماننا هذا شوف القيادة إلى واحد قائد وعمره ها عمره أفرض 40-50 سنة 60 سنة، واحد قائد يبغى يصير عمره 20 سنة 30 سنة. صحيح قد يكون عنده أدوات القيادة لكن الناس يميلون إلى الأكبر يميلون إلى لما تشوف قائدنا وإذا قائدنا عمره 75 سنة 70 سنة ومجرب وكذا فالهيبة تكون أكثر. هيبة الحسن عنده هيبة بس يختلفون فيه، فبعض يعتقد بإمامته وبعض يعتقد بخروجه، حتى أن بعضهم يجي إلى الإمام الحسن يقول لي لقد كفرت. صور قائد عظيم مثل الإمام الحسن يجي له واحد يقول لك كفرت، يجي له واحد يا مذل المؤمنين يجي يعني يبدو ها. بالإضافة إلى أنه ابتلى بالخوارج، خوارج يا أخي ما دخلوا قضية إلا أفسدوها في كل زمان، وهذا إحنا الآن البلايا اللي عندنا كلها منهم يعني زهين الخوارج منه اللي صنعهم يعني تصور هؤلاء ها كل أموال معاوية، وجاء التكفيريون والآن يقتلون كذا من ذاك الزمان، فأفسدوا على الإمام سلام الله عليه جيش. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث موقف الحسين، هل أن موقف الحسين في زمان الإمام الحسن واحد لو مختلف؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أولا لما جاءه ها جاءه حجر بن عبد وجاءه من وجاءه بع قيس أو سعد بن قيس، هؤلاء كانوا يرون أنه يكون قاتلون معاوية، دخلوا على الإمام الحسن قال لهم لا فليكن كل واحد حلسا في بيته. حلس يعني كناية يعني الزموا بيوتكم ما دام هذا الطاغية موجود معاوية. التفتت هم فكروا الحسين يختلف في الرأي راحوا إلى الإمام الحسين هم ما يدرونها. قال صدق ما قال لكم أبو محمد سلام الله عليه فليبقى كل واحد حلسا في بيتي. ليش؟ لأن معاوية مشكلة الناس يقولون هذا صحابي وهذا كاتب الوحي وهذا الحكي هذه الأمور المعروفة،
وخصوصا أولئك الذين ما عندهم يعني قوة في التفكير والبصيرة، فحربوا ما منكشف للناس. فالإمام سلام الله عليه، حتى الإمام الحسين يعتقد نفس اعتقاد الحسن سلام الله عليه، أنه لو لم يكشف معاوية ما يفيد معاه الحرب، بخلاف يزيد، يزيد كان مكشوف. فأراد الإمام الحسن أن يكشف معاوية والحسين كذلك. هذا جانب. الجانب الثاني أن الإمام يشير إلى أن هناك عهد. يعني ماذا؟ يعني شروط. والإمام الحسن كإمام هو الذي أملى الشروط. التفتوا إخواني، ترى هذه ما ملتفتي إليها. بعضهم لما يصعد على المنبر يقول الحسن اضطر إلى الصلح. لا، مو اضطر. الإمام الحسين جاءته ورقة خالية، معاوية اضطر إلى الصلح مع هالخيانات، ومعاوية اضطر إلى الصلح. ليش؟ لأنه جاءه برسالة بيضاء، قال لي اكتب شروطك. من الذي كتب الشروط؟ الإمام الحسن، مو كتبها معاوية، كتبها الإمام الحسن. فأولا العمل بكتاب الله وسنة رسول الله، لأنه هذا ما يصير لا على القرآن ولا على السنة. تفسيرات القرآن خاصة إليه، والسنة بديلة، سنة تجارية خاصة عنه. حل فيها الربا، حل فيها لبس الزينة، زينة الحريرة، حل فيها لبس الذهب، حل فيها أكل الأكل في أواني الذهب والفضة. أي معاوية قال لي أول شرطنا العمل بكتاب الله وسنة رسوله، ما قال لي بسنة الخلفاء أبدا، ما ذكر هذا. وإلا معاوية من باب أولى، لو هو اللي واضع ماذا الشروط مشان يكتب ها العمل على كتاب الله وسنة رسول الله والخلفاء من قبله. ما قال على كتاب الله وسنة رسول الله. اثنين، أن يكون الناس آمنين في كل الوطن، في كل الأوطان الإسلامية. ثلاثة، أن لا يعهد بالأمر إلى أحد، مو يبعد يسويها ليزيد. أربعة، أن يكون الحسن والحسين آمنين من الغيلة، الغيلة الاغتيال، وأن شيعة علي بن أبي طالب وشيعة الحسن والحسين يكون آمنون سلام الله عليه. هذه كلها معاوية وضعها تحت رجليه. ولا ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولا لتزكوا ولا لتحجوا وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وقد أعطاني الله. هو يقول هذا يعتقد بالجبر، وقد أعطاني الله ذلك وأنتم له كارهون. هل أن الإمام الحسين توقف عن الحركة في أيام معاوية لحياة الحسن؟ لا، حتى لما استشهد الإمام الحسن سلام الله عليه، التفتوا إلى هذه النقطة، حتى لما استشهد الإمام الحسن بعد باقي على موقفه، جاءه بعضهم قالوا ليه بعد الحسن وراح استشهد، يلا يا حسين قم، فليكن كل واحد حلصا في بيته حتى يموت هذا الطاغية، حتى يهلك الطاغية. منو؟ معاوية. ثانيا، الإمام الحسين سلام الله عليه حتى لما أراد معاوية أن يأخذ البيعة ليزيد بعد على موقفه، موقف الحسن، إلى أن ماذا أرادوا أن تؤخذ منه البيعة جبرا، بعد ما يصير يبايع. شو الفرق بينهم الآن؟ ها؟ الإمام الحسن سلام الله عليه فرض شروطه، بينما الحسين سيكون ماذا مجبورا على البيعة. إذا أجبر على البيعة صارت شرعية حكم يزيد. زين، إذا لم يبايع لو قبل قتل الحسن قبل قضية الإجبار لصارت قتلته عقيدة، لكنه قتل بعد ماذا طلبت منه البيعة. يعني تعال سو هذا الحكم مشروع. لهذا الإمام الحسين له قتلة، لأنه وقف أمام بيعة الظلم، يصير يوقع على الظلم سلام الله عليه. رحمة الله على سيد عبد الحسين شرف الدين، عرفونا هذا صاحب كتاب المراجعات،
له قولة جميلة، يقول: لو كان الإمام الحسين في زمن الحسن إمامته في زمن إمامة الحسن لصنع ما صنع الحسن، ولو كان الحسن في زمن الحسين لصنع ما صنع الحسين، لأن النبي صلى الله عليه وآله يقول: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. لكن هؤلاء مع الأسف الخوارج ما كانوا يهضمون هذا ولا يعترفون له بالعصمة. أبوه ما يعترفون له بالعصمة ويعبرون عنه بالكافر. يمر أحدهم والإمام علي يخطب، وخطاب الإمام علي يأخذ لمجامع القلوب، ماكو واحد يمر على خطاب الإمام علي وما يوقف. معقول؟ عشان يأخذ به. وقف أحد الخوارج قال: ما أفقهك من كافر. يخاطب الإمام علي يقول: ما أفقهك من كافر. زين، هؤلاء هم الذين هجموا عليه، هجموا على الإمام الحسين في فسطاطه، سلبوا في مصلاه، سحبوه، وجاء بعضهم ماذا؟ وأخذ المغول، المغول مثل الخنجر، فطعن الإمام سلام الله عليه وبقي في ساباط يتداوى، ثم رجع بأبي ونفسي إلى المدينة 10 سنوات. زين، مع ذلك معاوية ما ترك، أرسل من قبله عمرو بن حريث وهذا اللعين ومحمد بن الأشعث الألعن، وأعطى كل واحد منهما 10,000 دينار، قال لهم: اغتالوا الإمام الحسن. ولهذا كان الإمام الحسن سلام الله عليه لا يخرج إلى صلاة الجمعة ولا إلى صلاة الجمعة ولا وهو لابس درع، يعني يقيه من السهام، يقيه من السيوف صلوات الله وسلامه. وكانوا ينقلون التقارير إلى معاوية، شافوا ماكو فائدة. حين ذلك صمم معاوية على أن يدس السم إلى الإمام سلام الله عليه، توسل بهذه الملعونة. هذا لبحث هسه، واحد بعضهم الآن يشكل: كيف الإمام الحسن عنده هذه الزوجة؟ خب ليش نوح عنده زوجة كذا؟ يا أخي هذه المسألة معروفة، يعني ربما امتحانية، ربما كذا. من يدس السم إلى الإمام انتخبها. أبوها كان قد شارك في دم أمير المؤمنين، ابنها أخوها محمد شارك في دم مسلم بن عقيل عليه السلام كما عرفتم، وشارك في دم الإمام الحسين سلام الله عليه. فوضعت السم في شربة لبن، وأيام صيف وأيام قيض، وكان الإمام صائماً بأبي ونفسي، فرغ من صلاته ونوافله فتوجه إلى إفطاره، فقدمت له ذلك السم القتار، وسرى في بدنه فقطع جوفه سلام الله عليه. قتلتيني قتلك الله، والله لا تصيبين مني ولدا. ثم بقي على فراشه، ودخل عليه الإمام الحسن الحسين وإذا به يتقلب. قال: علي بطشت، جاءه بطست فألقى ما في جوفه، بينما هم كذلك وإذا بفخر المخدرات زينب دخلت، وإذا يلتفت الحسن للحسين: أخي حسين، نحي الطشت لئلا تراه أختي زينب، فينخلع قلبها. دخلت بأبي ونفسي وإذا بها تراه يتقلب على فراشه: ما الذي أصابك أخي؟ ها؟ فقال: أنا مسموم. وإذا بها تلتفت إلى ناحية وترى ذلك الطشت، دخلت لنا الشوف طشت ممتلي دم، شافت قطع كبد الحسن متقطع بسم، نادته فوق الصدر والخد تلطم: كبدك يا اخويا مقطع وتخفي علي، من غالك بسمة يا اخويا وقرة العين،
يا حسين خويا استخلف الله مالك معين، هذه ما هي كبد الحسن في الطشت يا حسين. قالها نعم يا اختي ولكن وش بدي. بقي الإمام ملازما له، يقول بعض الرواة بقي 40 يوما يعالج بأبي ونفسي، إلى أن دخل عليه رآه على تلك الحالة بكى مولانا الحسين، قال لا تبكي، إن الذي أوتي إلي سم أقتل به، لكن لا يومك يومك يا أبا عبد الله، كأني بك وقد ازدلف عليك 30,000 بالسيف، وأنت مع ذلك عطشان لا تسقى وظمآن لا تروى. فئة طائفة تدعي أنها من أمتي جدك، لا أنا لهم الله شفاعة جدك. قال يا أبو السجاد لا تبشي ولا تنوح، أنا على معزاي أعالج طلعة الروح، وانت تظل بكربلة عريان مطروح، مرض صدرك بالثرى مقطوع اليدين. أخذ يوصي بعياله بأهل بيته، سلم إليه مواريث الأنبياء وهم يتباكون وينادون، وإماما أوصيك يا ابن أمي عقاب عين بهالعيال، ليكون تشتت يا ابو سكنة هالأطفال، يحفظكم الله من صروف الدهار، الدهار لو مال. واصبر عقب عيني على جار الملاعي، أوصيك بولادي وحريمي هالأرامل، يا حسين صير الهوم بعد فرقاي كافل، تعذب عزاء الله ترانا اليوم، ترانا اليوم شايل. ودعتك الله يا قطيع الراس يا حسين. ثم أدار عيني في أولاد مناديا في أمان الله، الله خليفتي عليكم، نعم المولى ونعم النصير، اللهم آنش وحشتي. ثم قلب طرفه في أولاده وأهل بيت مناديا في أمان الله في دعة الله. يقول الإمام الحسين استقبل القبلة وشفتاه تختلجان بذكر الله والقرآن، ثم أنه غمض عينيه وأطبق فاه ومد رجله وأسبل يديه وفاضت روحه الشريفة. ألا من مناد وإماما، ضج أهل بيته ضجة واحدة ينادون وحسنا وسيدا. ساعد الله قلوب أهل البيت، الحسن يبكي من جانب، وزينب لهفي لزينب تدعوه ومقلتها عبرا، وأدمعك العارض الهتني تقول مات الحبيب ومات الحب ثم مضى، فلم أجد كافلا ذا اليوم يكفلوني. سعد الله قلبه، رأى الطشتين
طش درت في سما أو كبد الإمام الحسن المسموم، وطشتنا خرت فيه رأس الحسين المقطوع. كلاهما مؤلمان، كلاهما مفجعان، لكن رأس الحسين أفجع، لأنها ترى يزيد يضربه بمخصرته. كأني بلسان حالها تنادي أنا أمي الخدر زينب، أنا اللي فجعني البين، أنا أمي الخدر زينب، أنا اللي فجعني البين، عشت مرمرة بدنياي، وأنا اللي شفيت طشته، عشت مرمرة بدنياي، وأنا اللي شفيت طشته، شبد الحسن بي واحد، واحد بيه راسح، وشفت راس حسين عصاه يزيد ضربا. أويلي ماذا رأيت زينب؟ قالت أنا أم الخدر زينب، من أهل طلعت مفجوعة، أنا اللي شفت شفين للعباس مقطوع. أويلي أنا اللي أم الخدر زينب، من أهلي طلعت مفجوعة، أنا الشاهد تكفين للعباس مقطوعة، أنا اللي شفت أخويا حسين من نمر الضوى أضلوحة، ولا واحد من أهلي بذاك الحال خبراً. بعد ماذا رأيت سيدتي ومولاتي؟ دادت أنا اللي شفت نارين، لكن نار أشد منا، أنا اللي شفت نارين، لكن نار أشد منا، نار احرقت خيمتنا، ونار احرقت باب الدار، أنا اللي شفت نارين، لكن نار اشد منا، نار احرقت خيمتنا، ونار احرقت باب الدار، وانا اللي شفت صدرين واحد صوب المسمار، واحد كربلة خبرة يا خيل العدا رضا، وصدر تربيه البتول بحجرها، ترضض خيل العدا بالحوافر، ورأس هوايا لله. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم نحن المضطرون نسألك بحق المضطر صاحب العصر والزمان وبآبائه الطيبين.